أكد البيان الختامي لمؤتمر بغداد 2 الذي أقيم في الأردن على أهمية آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق. كما أكد البيان على تطلع الدول المشاركة في مؤتمر بغداد 2 للتعاون مع العراق دعما لاستقراره ومسيرته الديمقراطية وعملياته الدستورية، بالإضافة إلى التأكيد على التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق. كان هنالك اليوم إشارة وتأكيد على أهمية أيضا آلية التعاون الثلاثي التي تربط المملكة والعراق وجمهورية مصر العربية الشقيقة. هذه الآلية التي حققت إنجازات كثيرة في مجال مأسس التعاون والعمل من أجل تحقيق التكامل، وكما قلنا مرة أخرى على أساس النفع المشترك، ونتطلع إلى عقد القمة القادمة إن شاء الله في جمهورية مصر العربية العام القادم حتى نمضي في هذا المسير. وأود هنا أن أنوه بالدور الذي قام به فخامة الرئيس الفرنسي ماكرون في إطلاق مؤتمر بغداد الأول وفي التنسيق لعقد هذا المؤتمر.